السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي فضائية صلاح الدين ومستمعي إذاعة صلاح الدين اف ام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. ضيفي في هذه الحلقة هو الشيخ جاسم الجبارة، عضو مجلس محافظة صلاح الدين ورئيس اللجنة الأمنية فيه. أهلا وسهلا بك شيخ. أهلا وسهلا، حياكم الله. أنتم قناتنا قناة صلاح الدين الأولى، ما فارقتونا، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله وعودة ميمونة إن شاء الله. بارك الله بك شيخ، وطبعا يشرفنا ويسعدنا أن نلتقي بحضراتكم الله يعني يحفظك. نسلط الضوء على يعني ما استطعنا من إحاطة مواضيع وأنشطة محافظة صلاح الدين نعم. ومجلسها نعم. وما يدور في يعني شارعها من حراك و نعم. يعني عمل على المستوى إن كان خدمي أو على المستوى نعم. الحراك الشعبي والمجتمعي. بداية شيخ جاسم، يعني نحتاج الآن إلى تقييم للوضع الأمني في محافظة صلاح الدين بعد أن تحررت جميع مناطق صلاح الدين، نعم. جميع مدنها على الأقل من براثن داعش الإرهابي، لابد من وقفة وتقييم الوضع الأمني الآن، فماذا تقول يعني؟ محافظة صلاح الدين الحمد لله الآن تعيش بوضع أمني أنا أعتبره 80% إلى 90%. نعم. ما تبقى هو فعلا ليس أراضي، وإنما ما تبقى هي خلايا نائمة قد تكون هنا وهناك، عبارة عن مجاميع لا يزيد عددها عن 2 أو 3 على شكل مفارز. هناك جهد استخباري كبير الآن وعمل، وأمس كنا في اجتماع مع بعض القيادات في أماكن معينة محددين أهداف في عموم المناطق المحررة، وليس فقط يعني في المدن، يعني إضافة إلى وجود هواتف مراقبة ومتابعة. أراضي محافظة صلاح الدين والحمد لله حررت جميعا في كل محافظة صلاح الدين. يسألون عن مطيبيجة وغيره، حتى مطيبيجة، أما هناك تسلل يحصل هنا وهناك عبارة عن مخبأ موجود في أماكن أخرى، هذه لا زالت موجودة. حصل عندنا خلل قبل فترة في أماكن محددة، يعني في الدجيل وفي سامراء وفي أطراف بلد وفي العلم، أيضا على سلسلة جبال حميد شرق تكريت، تظهر مجموعة لا يقل عن عددها 2 أو 3. قواتنا الأمنية في عموم المناطق محددة الأماكن الخطرة، محددة الأهداف، مراقبة هواتف. الوضع الأمني يعني أعتبره 80% زين. هناك خروقات اللي ذكرت لك إياها تحصل، عدة مشكلة هي، وهي هاي مشكلة أهلنا، وإحنا طالما في لقاء يخص أهلنا في محافظة صلاح الدين هو عودة النازحين إلى المناطق اللي محررة. شيخ، لازلنا في الوضع الأمني، يعني نعم. سنتحدث في نعم. في هذه الحلقة على موضوع النازحين، ولكن معروف أيضا أنه يعني محافظة صلاح الدين يعني فيها مناطق شاسعة مفتوحة، نعم. في الجزيرة الغربية كما تسمى جزيرة تكريت وسامراء، وأيضا كما ذكرت يعني منطقة مطيبيجة التي نعم. تقع شرق محافظة صلاح الدين المحادة لمحافظة ديالى. هذه تحتاج أكيد يعني جهد كبير وقوات كبيرة، نعم. لتمسك الأرض، لتبحث، لتؤمن هذه المناطق. كيف تواجهون؟ أنا يعني عندما أتحدث لك عن موضوع النازحين لا أتحدث فقط عن موضوع واحد يعود لبيته يعني، نعم. ولكن كيف نحمل هؤلاء عند العودة مسؤولية مسك الأرض مع القطعات الأمنية؟ وعندنا تجارب، نعم. فيها، نعم. نجحت في، يعني أكيد هي الملفات متشابكة متشابكة نعم. متشابهة، نعم. أما أنت الآن نتحدث عن أراضي شاسعة غرب تكريت، أراضي شاسعة شرق صلاح الدين، هاي كلها كانت قرى، إذا أهلها عادوا نستطيع أن نحملهم المسؤولية مثل ما حملناهم المسؤولية، ونجحنا، لدينا تجربة في أماكن نجحت، يعني نجحت شرق العلم، نجحت في المناطق في بيجي، نجحت في الشرقاط، نجحت في محيط بلد، نجحت في قريب من أماكن الدجيل. بعد الحالة اللي مرت بينا بعد داعش وبعد تحقيق الانتصارات، وهذا الفضل يعود لقواتنا الأمنية جميعا، يجب أن نذكرهم في هذا الموضوع ونبارك لهم في الانتصارات، الحشد الشعبي، قواتنا الأمنية عموما، كل صنوف الجيش العراقي، الأبطال اللي كان لهم الدور الأكبر في العودة، إضافة إلى عشائرنا الكرام اللي ساندوا وكانوا الظهير لقواتنا الأمنية. انتصرنا بدماء الشهداء، بتضحيات الجرحى، الحمد لله، يعني هذا يجب أن نذكرهم في هذه الوقت يعني. فهاي الناس اللي
أخذت تجربة مريرة من فترة داعش. أجزم لك 90% 99% الآن هي مساندة وداعمة للقوات الأمنية، إذا عندنا فرصة أن نحملهم مسؤولية عند العودة ويتكافتفون. أما ما لأنه نستطيع أو نقدر إحنا نملى هاي الأرض جيش وشرطة مجددا، هذا شيء خيال يعني. أو حشد شعبي، هذا مستحيل يعني. ولا شك هو دور المواطن يكون أساسي في تعاون هو مع القوات الأمنية. نعم، كالإدلاء بمعلومة أو يعني مراقبة. واجب المواطن أولا. نعم. وتنتقل المرحلة إلى تفعيل هذا الواجب بالتنسيق مع القوات الأمنية. نعم. طيب يعني اليوم يعني كيف تقيمون حالة النازح اليوم هناك، بما أننا دخلنا في يعني موضوع النازحين؟ يعني ألا تعتقد أن لدى البعض، لنقول لدى البعض يعني دوافع سلبية يعني للتعامل مع الملف الأمني وللحكومة وجهودها في تطبيع الأوضاع في محافظة صلاح الدين، على اعتبار أنه الآن هو نازح لم تتوفر له الخدمات الضرورية التي تمكنه من العودة إلى منطقته؟ ألا تعتقد هذا الشعور السلبي تجاه الحكومة وجهودها يعني موجود الآن عند البعض؟ هي هذه فيها حقيقة أكثر من إجابة يعني، أو نعم. نستطيع أن نأخذ جانبين. نسمع جانب يتعلق بالنازح وتقييمه والأداء السلبي اللي يتصوره هو تجاهه أو مر عليه، يعني مر عليه ظلم، مر عليه جور نزح، مسؤولية الدولة أن توفر له المستلزمات وأن تعيد مكانه. لقينا مشاكل بالمناطق، في بعض مناطق محافظة صلاح الدين رافضة لعودة النازحين، هاي حقيقة بتجي تناقشه. أيضا عنده وجهات نظر يقول لك ضربونا بالهاوناس، ضربونا بالمدفعية، اختطفونا في الشوارع، كذا كذا إلى آخره. ولكن هاي التجربة اللي مرينا بها تستوجب يعني درجة عالية من التسامح، ولكن ليس مع مجرم مشخص قاتل. المطلوب هو عدم التعميم في الاتهام على الجميع. أما المواطن فيما يخص عودته وأداء المستقبلي، الناس مثل ما رجعت في مدن أخرى رجعت في خير، تمكن أن يبنى له بلوكتين ورجع عندما سمح له الوقت يعني. ولكن لا زالت من الناس ما سمح لها بالعودة لحد الآن وما اتخذت الإجراءات الفعلية بعودتها. وتذكرون النقاشات اللي صارت في البرلمان. نعم. كانت عدة نقاط كان من أبرزها عودة النازحين مناطقهم. نعم. لأن احنا مقبلين على استحقاق انتخابي بغض النظر عن وجهة النظر المواطن السلبية أو الإيجابية تجاه الانتخابات. نعم. هذا هو العراق، هذا استحقاق أن تطبع الأوضاع وأن يعود النازح إلى مو تمام. نعم. احنا عدة استحقاق انتخابي يجب أن يجري، ما له علاقة برأي نازح أو كذا، ولكن كانت الظروف في قناعتنا أن نشوفها غير ملائمة، رغم انه قرر يعني الان ما يقدم راي شيء او يضيف شيء لاسباب عديده، اولها عدم عوده ناسنا الى مناطقهم. ولهذا من خلالكم نطالب بعوده نازحين الى مناطقهم اللي رحلوا منها مجبرين بعد داعش الا المجرمين، والمجرمين الاجهزه الامنيه تعرفهم. اما المنع بالاطلاق مثل ما كانوا يتهمون وصارت يمنا العشيره الفلانيه كلها ما ترجع، تجي تحسب تقول له ليش؟ لأنه لازم تشوف رأيهم، لأن هم الموجودين بالشارع حتى ما يخلق لك مشكلة، حتى ما يبدي ينتقم عشوائي. تجي تقول له ليش؟ يقول لك دواعش. نجي نقول له تعال عددوا لنا الدواعش، تعالوا يا جزء الأمنية جيبوا من هم الدواعش في هاي المنطقة، سواء في العلم أو في تكريت أو في البوعجيل أو في الدور أو في بيجي أو في بلد أو في يثرب أو في أي مكان آخر. نجد هؤلاء قلة بقياس العامة، العامة مواطنينا وناسنا وأهلنا. احنا علينا نهتض العامة ونقف صفا واحد ضد المجرمين ونشخصهم. اما منع بالاطلاق مثل ما يحصل في بعض المناطق مرفوض، ومجلس محافظ صلاح الدين والاخ محافظ صلاح الدين في اكثر من لقاء يعني، وقسم عتب علينا يعني على هذا الموقف. ولكن انه انت من تجي تقيس، قبل شوي سالتني عن الوضع الامني، يعني كيف احدد او اقيس مستوى الامن في مكان وهو اهلها ما موجودين؟ يعني مثلا خلينا نقول العلم هذا ما موجود، والله امن العلم، انا شو مسوي؟ حاصله باربع نقاط خمس نقاط طير طاير ما بيها. هذا مو مقياس للامن، مقياس الامن عندما يكون المواطن موجود وحركه الحياه مستمره، الاسواق عامره، الدوائر تشتغل، الموظفين يروحون ويجون، الطلبه يروحون المدارسهم. ما هي السلبيات اللي تظهر من وجود هؤلاء؟ ذاك اليوم احنا نقدر نقيس الخلل الامني ان وجد.
أما إذا كل هؤلاء موجودين وهناك تعاون فهذا شيء إيجابي. ما زال الحال مثل ما ذكرت لك سابقا، فندعو الحكومة لتبني موقفها والأوامر اللي صدرت بعودة جميع النازحين إلا المجرمين منهم فقط. طبعا موضوع النازحين هو موضوع واسع وشائك ومثقل بالمشاكل. نعم. وفيه من التناقضات أيضا الكثير، يعني بعض المسؤولون يقول لك أنا لا أستطيع أن أعيد النازحين أو أعمل على إعادتهم ما لم أوفر لهم يعني خدمات كالكهرباء والماء. بالمقابل هناك مواطن يقول ويرى بأن عودته ضرورية على حال المدينة أو المنطقة التي يسكن فيها مهما كان، رغم عدم وجود هذه الخدمات. نعم. كيف تفسر هذا التناقض؟ أستاذ عمار، نعم، أريد أسألك، إحنا الساكنين خلينا نحكي بصراحة، وين الكهرباء؟ كهرباء ما موجود. وين المي؟ وين الخدمات الأخرى؟ في موضوع الخدمات كل الشعب العراقي يشكو من البصرة إلى حد الزاخو. نعم. يشكو من ضعف الأداء الحكومي عموما، يعني أنا معني كعضو مجلس محافظة، يشكو من ضعف الأداء الحكومي على مستوى الخدمات. نعم. والدليل أنه في كل العراق موجود، ما أريد أتحدث عن موضوع فساد وكذا حتى يكون استهداف لجهة في هذا الموضوع، ولكن الأداء الحكومي راح أبرر شوية حتى أهم أفزع الحكومة حتى ما يقولون. أولا نحن كنا في مرحلة حرب، ومرحلة الحرب تطغي على استثمار كثير من الأموال لدفع عجلة المجهود الحربي والأداء في ساحة القتال. نعم. الآن المعركة في جزء الأخير بالعشرة ميال بالمئة الأخير، عمل الاستقبال يجب أن يفعله تبدو اشتغل. إذن هذا الجهد اللي كان يصرف للجيش المفروض الآن إحنا نلمسه بالمرحلة الجديدة أو بعد الانتخابات أو من الآن نلمسه في خدمات في الصحة في التعليم في الكهرباء في الخدمات. أما إذا هو نازح وبعيد عن دياره ما أعتقد هي حجة لأي مسؤول أن يتحدث والله ما عيده لأن ما أقدر أوفر له خدمات. أنت عيده خل يقعد ويطالب ويصل ما متيسر من ما مثل ما يصل للمناطق الأخرى. تجي ساعة كهرباء باليوم حاله حال المناطق الأخرى، وما راح تستقطع حصته لأنه كان نازح. وبالمي كذلك، وتبدي تؤهل المشاريع ويبنى له خيمة ويسكن بالحديقة مال بيته إلى أن. أما على مستوى اللي فجرت خلينا نقول لك بيوتهم وعادوا موجودين عندنا الآن، ناس معجرة، ناس ساكنة بخيم، هذه بيوتنا اللي احنا بيها هذا من خشب، سندويش بنال تفوت بين هنا وتطلع من ذاك. ولكن حتى في موضوع التعويضات والكلام الكثير عنها لا يصل إلى 10% من ما فقدته أنت من موجوداتك أو من ثمن بيتك. ولحد الآن حتى هذه المبالغ البسيطة جدا لحد الآن لم تصل ولم تصرف، وكتابنا وكتابكم والروتين اليومي، وهناك ناس تستفاد من هاي الحالة وتمعطل فيها، يعني موضوع شائك فيه مثل ما يرجع إلى الأداء الحكومي عموما في هذه المواضيع. نعم. يعني معروف في هذا الملف يعني قضية المواطن اليوم مو منذ 2003 هو يعتمد على المولد، يعني على المولدات، اما مولدات النفع العام او المولد الشخص اللي هو يعني يشتري على نفقته او حسابه الخاص ويشغل ويستفيد من الكهرباء. ف يعني باعتقادنا انه هذه حجة يعني ضعيفة، انه انا والله ماكو كهرباء يعني ما اقدر اعيد النازح. ولكن في المقابل يعني هناك من يتحدث عن عودة قسرية وإجبار نازحين في مناطق معينة على العودة يعني إلى مناطقهم، وهناك من يرفض هذا الأمر. أولا حقوق الإنسان وتوجهات الحكومة ترفض العودة القسرية بإجبار المواطن. المواطن اللي رغبته يريد يرجع لمنطقته يرجع، لكن تدري أيضا هذا يؤثر في ضغط على المناطق الأخرى على الوضع الأمني على اقتصاد المدن. نعم. إحنا نتأمل أنه هو يختار طوعيا الرجعة. هسه الآن عندنا مشاكل فيما يتعلق بقضاء الحويجة، عندنا مخيم شمال العلم لا زالوا به قد يصل إلى 10,000 شخص لحد الآن. نعم. ومناطقهم محررة وغير مطلوبين أمنيا مناطقهم، والله أمن ماكو، منطقتك تحررت أنت إذا ما تروح وتشيل البندقية، وحتى لما عندك بندقية توقف فيها ربعك وسلم عليهم ودافع عن منطقتك، لا زالت لحد اليوم تظهر يمنا خلايا في المناطق ومصادمات تحصل يوميا وتضحيات وخسائر مثل ما تسمعون الآن. أنت قاعد هنا بالمخيم
قاعد هنا بالمخيم وتبات وتريد غيرك يحميك، وهو الموجود هناك أخوك وابن عمك، وإجتكم فرصة أنتم يا قرايبنا في المناطق اللي تحررت، نسمح لكم بالعودة فورا يعني. أما لو ما سامحين لهم بالعودة كان الآن تلقى نداءات يمنعونا وما نرجع والحكومة والحشد والما أدري إيش. هسه روح زور المخيم شوف، قول له ليش أنت راجع هنا؟ يقول لك ها والله بعدها مو آمنة. طيب من يقعد بقريتك أنت؟ من يحمي بيتك؟ من يقبل على العدوى لا زال موجود بيها؟ فهذا هذا موجود يعني. بالنسبة للكهرباء أستاذ عمار، وزارة الكهرباء أخاف أكون مو دقيق بالرقم، بس أقدر أقول لك إذا ما صرف لها صرف لها ما لا يقل 5% من أموال العراق عموما من 2003 وجاي. وإذا تجرون إحصاءاتك وبيانات يعني معروفة وموازنات فشلت في أداء الخدمات في عموم العراق. من تجي تسأل وتقول ليش أو تحاسب تدري أنت في موقع محدد. إحنا عندما نتحدث عن حصصنا وما أنشئ يعني. لا زالت وزارة الكهرباء بعيدة عن تحقيق المستوى، رغم أنه إنشأت عندنا محطات وكانت هناك مشاريع استثمارية في محافظة صلاح الدين من المفترض كان أن تشتغل قبل داعش يعني، قسم منها وقسم مع فترة الشهر التاسع داعش كانت يعني أجزم كانت كافية عندنا، اللي على سفح الحرارية، سفح جبل حمرين الغازية والحرارية ومحطات أخرى في أماكن أخرى. شركة كار كان هناك تعاقد معها استثماري كان المفروض تشتغل يمن الكهرباء من قار بالشهر التاسع، ولكن كل هاي أثرت على الكهرباء في محافظة صلاح الدين. ولكن على العموم وزارة الكهرباء ما نظرت بمسؤولياتها بسبب الآراء والاختلافات في وجهات النظر وتتعدد الوزراء وضغوطات الأحزاب عليها ما كانت بالمستوى، وهم حالها حال أي وزارة أخرى خدمية أخرى موجودة. لو تجي تسأل على الصحة وتسأل على الوضع العام عندك مشاكل روح زور المستشفيات. نعم صحيح. أيضا نرجع على التخصيص وقلته. نعم. تروح للتعليم عندنا مشاكل، تروح للصحة عندنا مشاكل، تروح للكهرباء عندنا مشاكل. بالتأكيد. نعم. هنا يعني اسمح لي بالعودة أو البقاء في موضوعة الملف الأمني، لأنه نعم. من كلامك شيخ جاسم أنه الملف الأمني هو محور العمل، البنى التحتية. نعم. الأساس هو الأمن. نعم. مع قضية النازحين والمناطق المحررة يعني اليوم كيف تقيمون أداء المنتسب في الشرطة أو في الجيش العراقي الذين الآن يمسكون الأرض في المدن المحررة كالشرقات كحويجة بيجي؟ يعني هل تعتقد أن الأداء لدى المنتسب الأمني يرقى إلى مستوى المسؤولية؟ إذا أريد أقيم بالإيجاب، في المعركة أدوا دور كبير جدا وشكرناهم. نعم. فما راح نتحدث يعني عكس هذا لأنه كانت ظروف معركة. أنت تدرون بال 2014 انهار الجيش يعني. نعم. في المناطق الغربية اللي احتلت بها داعش وبدأ البناء جديد، ومشاركنا بعمليات التحرير أنا أذكرها يعني. نعم. وأنتم تابعين، تواجدنا مع كل المقاتلين في كل الأماكن. كانت نسبة الجيش عندما صار التقدم باتجاه شرق تكريت وبيجو كانت نسب الجيش العراقي قليلة جدا. نعم. بالنسبة للقوات على العشائر الحشد الموجود وابناء العشائر كان قليل. بدأت بالازدياد لاحقا يعني. بدأ تدريب الجيش وعاد الجيش من ذاك التأليف والقوات الأمنية في معركة يعني. الآن شرطة تتأدي دور الجيش في أماكن تمسك سواتر الآن. نعم. بينما هو واجبها الأمن الداخلي. الأمن الداخلي في الأمن الداخلي، ولكن ظروف المعركة استوجبت أن كل أجهزتنا الأمنية يكونون مقاتلين. بعد هذه المرحلة إحنا في حاجة إلى تدريب وإعداد قواتنا من جديد، إعادة هيكلة بعض الوحدات ودمجها والتدريب بمستوى عالي يكون، حتى نبدأ نأهل عندما أتيحت لنا فرصة بعد تحقيق الانتصار وخف العبء عن المقاتلين علينا بإعادة النظر مجددا لتدريب قطاعاتنا الأمنية والبحث عن وسائل متطورة في الكشف والمتابعة والتفتيش. الآن الكلاب البوليسية تؤدي دور كبير جدا. نعم. قد يكون أحيانا أفضل من المنتسب. البعض يزعل منها قضية. لا بالعكس، تؤدي دور أفضل وأسرع من المنتسب. ونحتاج إلى زيادة الأعداد في محافظة صلاح الدين، نحتاج إلى سيطرات متقدمة تربطنا مع المحافظات وبها كل الوسائل يعني وسائل الكشف
الأجهزة الحديثة، الأجهزة المتطورة، أجهزة المتابعة، المراقبة، الاتصالات، حتى يكون تربط في شبكة مركزية، تربط في مركز المحافظة، في خلية مشتركة، حتى تعالج الحالات اللي تحصل في هاي الأماكن. إذا تقول لي على الأداء الموجود في السيطرات والأماكن الأخرى. شيخ جاسم، نعم، فيما يتعلق بالأداء اسمح لي بأن نعم. نعود إلى هذا الموضوع بعد فاصل قصير. نعم. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود إليكم. وسهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام ومستمعي إذاعة صلاح الدين أيضا في هذا اللقاء مع ضيفي الشيخ جاسم آل جبارة، عضو مجلس محافظة صلاح الدين ورئيس اللجنة الأمنية في المجلس. شيخ جاسم، يعني قبل الفاصل كنا نتحدث عن أداء المنتسب في القوات الأمنية وكيفية تدريبه وإعداده لمهمات قتالية في مسك المدن وغيرها. كما هو معلوم طبعا نحن نعرف كان لك يعني تواجد كبير أثناء عمليات التحرير في سامراء وشرق سامراء والعلم وبيجي وغيرها من عموم يعني محافظة صلاح الدين، كانت لك وقفة كونك مسؤول عن ملف الأمن في مجلس المحافظة، كان لك دور في تلك المعارك يعني. الآن يعني هذه القضية يعني بحاجة إلى إعادة نظر وصياغة جديدة لمناهج التدريب وإعداد منتسب أمني بعقيدة جديدة تواكب ما تحتاجه محافظة صلاح الدين اليوم، كيف تعلق؟ أشكر لك. أولا هاي المناهج واللي يتدربون عليها والأسس اللي موجودة، زرت قبل كم يوم يعني مركز تدريب الشرطة حقيقة، وجدت به للأمانة يعني أبطال اللي يشرفون على التدريب، وحقيقة موفرت لهم الدولة أو الداخلية المستلزمات للأمان، يعني يجب أن نشيد بدورهم. إعداد المناهج مسؤولية مجلس محافظة صلاح الدين أو محافظة صلاح الدين، ولم تعطى لنا هاي الصلاحيات ولكنها مركزية. أخواني يعني بالأصل ضابط، يعني الوسائل اللي استخدمها داعش ثقوا بالله ما درسناها قبل بالكلية العسكرية لاستهداف المقابل، يعني باعتباره كخصم. هي المطلوب تغيير استراتيجية التدريب والدراسات في الأكاديميات العسكرية والكليات العسكرية وفق ما قرأنا أو ما شفناه حقيقة في ساحة المعركة من حجم التفخيخ، من حجم هول الدمار الشامل اللي يستخدموه، كل أنواع الأسلحة الفتاكة اللي عمليات الخطف، عمليات غيرها، كان يستخدم أساليب قذرة جداً، ولهذا دمرت معظم البنى التحتية في العراق، دمرت المباني، شبكات المياه، الكهرباء، دمر كل شيء. المفروض تعد مناهج جديدة وفق، وهذا أنا أعتقد لا يغيب عن المؤسسات الأمنية، ابتداء من الدفاع، ابتداء من أركان الجيش، الكليات الشرطة الداخلية إلى آخره، هذا ما يغيب عنهم. احنا عندنا مشكلة تجابهنا في السيطرات، أما الآن اللي زمان اللي خلى العراق اللي بروسيا يخابر يسأل يقول دققوا للحاسبة أن اسمه موجود أو لا، هذا فتصيغة نعتبرها متقدمة راقية جدا، عندما مواطن بدأ يخشى أن وجود اسمه بالحاسبة ويخشى أنه إذا وجد لازم ينعرض القاضي وما تستكمل مستلزماته إلا إذا يجي يسلم، قد تكون زور، قد يكون متهم. هذه حقيقة حالة موجودة. قبل كم يوم أو قبل 20 يوم تقريبا عقد مؤتمر على مستوى قيادات العمليات والأجهزة الأمنية في محافظة صلاح الدين، تقريبا عندنا 64 ألف مطلوب في الحاسبة المركزية في صلاح الدين. في صلاح الدين نعم. 64 ألف بحضور السيد يعني محافظ هناك صلاح الدين. سجلت حالات تشابه بالأسماء كثيرة جدا، سيد قائد عمليات صلاح الدين، مدير الاستخبارات، مدير المخابرات، مدير الأمن الوطني، مدراء الاستخبارات الشرطة، مدراء الأجهزة الأمنية، بعض القيادات الأخرى بحضوري. فكنا في حديث مع
مدير استخبارات العمليات الأخ حميد العقيلي حميد العقيلي، كانت وجهة نظره أمانة وإحنا أيدناه في هذا الموضوع، أنه تعاد تعميم هاي الأسماء إلى جميع الدوائر الأمنية. أكو ناس أدخلت باتهامات كيدية لأغراض ابتزازية، أكو ناس تشابه. علي حسين صالح، عندي ألف علي حسين صالح، إحنا نوقف كل علي حسين صالح ولازم نجيبه ونحقق وياه وشهر ما يعوفه له ونطلع ألف حسين علي صالح ضدنا. لو نبحث عن من حسين علي صالح، كان هناك خطأ في إدخال البيانات. نعم صحيح. علي حسين صالح منين علي حسين؟ وهذه الثقافة أيضا يعني لو سمحت لي يعني يا شيخ جاسم، هاي جزء من اللي نتطلب أن ندخله مستقبلا أن يدخل في المناهج، والآن أعتقد مشى وليس اعتقاد وإنما مشى التدقيق والتحديث للبيانات. نعم هذا ضروري أيضا، ولكن أيضا هناك ثقافة في المجتمع، يعني مثلا محمد أبو جاسم، وجاسم لازم يسمى محمد، وايضا علي مع احترامنا للمسميات كلها، نعم. علي ابو حسين وحسين لازم يسمي علي، فهذا خلقت مشكله الان يعني عندنا في هاي موجوده في يعني هذه البيانات موجوده التي الاخ يسمي على اخوه، ابن العم يسمي على نعم. اخو علي ابن عمه وكذا، ولهذا تدور بين حسين وجاسم وعلي وخوف وصالح وعبد، هاي نعم. التسميات نعم. الموجوده من. ولهذا الخلق يمنا تشابه، اكو ناس ما عنده شيء يقول لك انا ما عندي شيء، نعم واسمي بصير. تعال عدمي فلتر، مشكلة تكتب للجهة يقول لك اسمه مطلوب، يروح للقضاء يا كل شهر، نعم يعني حتى تنجز المعاملة، إضافة إلى قسم من حالات ابتزازية. وما يتبقى في تقديرنا كمجتمعين في هذا الاجتماع، إذا دققت عممت هاي على كل الأجهزة الأمنية مع سيدي، نعم بالأسماء لتقليل الأعداد، التشابه، حذف التشابه، الحالات اللي ما تلقى لها بيانات حقيقيه، مخلين فلان من الناس بالحاسبه، مخلين شخص دون ان يعود كانت عنده سلطه او قدره على ادخال البيان بدون اشراف او متابعه، مفروض تنعرض للآمر او للشخص وين مذكره القبض، ما هي الاسباب، الاسباب الواجبه والمقنعه لادخال اسم هذا الشخص بالحاسبه. اما احنا ما اعتقد راح تنحذف اسماء كثيره، واحنا متابعين بعد ان تصل الاجابات، و وقد يخفض هاي المطلوبية تخفض إلى يجوز 5000 فقط، نعم اللي عليه أدلة، عليه شهود، موجود مذكرات قبض، اسمه غير واضح، ما نقبل أي علي حسين صالح بفوضى، جيب له أمه من هي محافظته ناحيته وين يسكن كذا إلى آخره. أما إحنا كل هذول الناس هذا غلط مو صحيح. نعم في حديثنا عن السيطرات يعني ذكرت نعم فيما يشبه انك يعني ترغب بزياده عدد السيطرات بالوقت الذي يعني نحن نطالب نعم كوسائل اعلام ومن خلال مناشدات المواطنين وما يتعرضون له في السيطرة رفع، نطالب برفع السيطرات والتخفيف منها وحصرها في مداخل المدن فقط. انا هذا اللي ابحث عنه، وان تحدثت لك عن السيطرات لا ابحث عن تكوين السيطره بدايه جسر تكريت وبعد نهايه الجسر ايضا سيطره. راح اولا اثر على موجودي واشغلهم في شغلات نعم. استثنائيه مكرره نعم. وياثر على جهدي الاخر في مكان، اثر على النجده واثر على الافواج واثر على مديريه السيطرات. انا تحدثت لك عن سيطره، ابحث تحدثت عن سيطرات في مداخل المدن الرئيسيه، يعني مداخل محافظه صلاح الدين الرئيسيه يجب ان تكون عندنا مع حدود بغداد سيطره رئيسيه واضحه متكاملة الأجهزة الأمنية والقدرة على البحث عن البيانات واتخاذ الإجراء المناسب في تقييم الشخص الداخل أو الخارج. كذلك نبحث عن سيطرة في مداخل الموصل، حدودنا أقصد لمحافظة، وكذلك مع الأنبار وكذلك مع كركوك ومع ديالة، هذا اللي تحدث لك عنه. أما أنا ضد أن تكون هناك سيطرات في كل شارع وفي كل مكان، المواطن يريد يأخذ راحته، يجب ان يفعل الجانب المدني والاستخباري للبعث عن، لا باس ان تنصب سيطره مفاجئه في بعد كل فتره، اما انا اجي كل طريق مقطوع ومسوي لي سيطره. هناك بعض التجاوزات يشكون المواطنين وتحدثنا بها لاخواننا في زياراتنا للفوج التكتيكي، باعتبار وردتنا مشاكل عن بعض اخواننا في الاجهزه الامنيه، لان احنا حريصين عليهم وحريصين على سمعتهم ولا نقبل ان يسائلهم، ولكن ان يتصرف خارج حدود
المسؤولية لا يتخذ القضاء يعني حق المواطن أن يشكي ويشتكي ويقدم الدعوة ومظلوميته لتحكيم مثل هكذا الحالات، وهي إن شاء الله قليلة جدا يعني بحالات التجاوز يعني بدأت تصحح كثيرا. نعم تدري مقاتلنا جاي من عنف وتعامل مع عدو ولا زالت مسحوبة هاي الفكرة، احنا نريد نبرمج شلون يتعامل مع ناسه يعني من إجل الداخل. نعم بالتأكيد هذه حالة مهمة يعني تخفف عن المواطن وعن كاهل المواطن وعن أنه تسمح له يعني في حال تم يعني التخفيف هذه السيطرات والحواجز الأمنية أنه المواطن يسعى لتحقيق مصالحه ومتابعتها ويعيش بأمن وسلام طبعا إن شاء الله. فيما يتعلق بالعلاقة مع يعني محافظة كركوك، ونحن أسلفنا قليلا عن موضوع الحويجة فيما يتعلق بالنازحين، ولكن فيما يتعلق بالجانب الأمني يعني المعروف أنه الحويجة قضاء الحويجة تابع لمحافظة كركوك ولكنه مجاور ومحادد لمحافظة صلاح الدين. نعم. كيف تبنون العلاقة مع محافظة كركوك لضبط هذا الملف؟ أمن عمق الأمن من الجهة الشرقية باتجاه محافظة كركوك، وكركوك أمن من الجهة الغربية مرتبط باتجاه محافظة صلاح الدين وفق حدودنا اللي معها. يجب أن يكون هناك أمن وتنسيق للمعلومات وتبادل المعلومات فيما يخص الجانبين. اولا تربطنا سلسله الجبال الحميدين، وعانينا معاناه كبيره قبل تحرير الحويجه، وكان الضغط على مناطق تكريت والعلم كبير جدا في كثره واعداد النازحين باعتبار بيجي لم يعد اهلها، وهذه مطالبنا مثل ما ذكرت بعوده جميع الناس لمناطقهم اضافه الى وجود المخيمات. هاي الجبال اللي موجوده جبال الحميدين تحتاج إلى جيش يمسك هاي المنطقة ويبقى يفتش، لا زالت عندنا خلايا نائمة ولا زالت عندنا خلايا نائمة في مناطق الحويجة في المناطق الغير مأهولة. نعم. ومنطقة زغيتون تدري هاي كلها قصب ومجرى مي وصالحة أن يختبئ بها العدو. البارحة نزلت أحد مقاتلين الحويجة في أحد المناطق الغير مأهولة دليل على وجود الخلايا النائمة، زرته بالعلم هنا موجود جاي يتعالج داخلين بكمين في منطقة دفعت للشهداء، أحد الشهداء من أبناء أبو عجيل من مناطقنا يعني. فسألته قال لي موجودين وحافلين أوكار يعني تحتاج إلى جهود استثنائية. فيجب أنه يكون هناك تنسيق متكامل. محافظة كركوك عليها أن تبعث مثل ما نبعث سلسلة جبال الحمرين صوبنا اللي يربطنا ويا كركوك باعتبار الجبل المشترك، عليها أيضا تبعث وحداتها من الشرطة والجيش وتنسق مع الجيش والوحدات الموجودة وتبدي تعمل وتفتش معانا، لأنه مو مسؤوليتهم مو طابوا من سلسلة الجبال الحمرين، لهم نص الجبل ونص الجبل لنا موجود. فتشوا حدودكم حتى تأمنون مناطقكم، لأنه عندنا معلومات الآن اللي يضايق في زغيتون أكو فد 5 كيلو بين زغيتون والجبل، من يضايق بزغيتون يطلع بالليل يسلك باتجاه طريق الجبل، من يصير له واجب بالتنسيق. عندهم موبايلات أو لا زالت تخوزلهم موجودة وضبطناها هاي الحالات. لأنه حتى إذا ما متواطئ وأنت عندك بيت بصف سفح جبال الحمرين وجوك بالليل يريد خبز، شنو قوتك اللي تقدر تمنعهم أنت بيها؟ لا لا توجد قوة. إذا ماكو قوات تمسك المنطقة وتحميها. واحد يقول لك لا داعش أنت، إذا هو ما عنده خيار لو يغادر بيته بهذا السبب أو يتعاون معهم، ولهذا وجد تمويل ووجد يمهم أكل في جبل حملين ووجدوا كميات كبيرة من الطحين وفي وجدوا عائلة تخبزهم. شنو العائلة شو تسوي؟ تعدمها؟ قل لك تعالوا احميني وأني أنا أخبز لك، شو أسوي لك؟ يعني هذا اللي أقدر أقول. فموجودة هاي الخلايا النائمة تحتاج عمل متواصل. محافظة كركوك ليس عليها فقط العمل داخل محافظة كركوك، لأنه أعداد المقاتلين في الحشد اللي موجودين في المناطق في الحويجة، وحويجة مساحة واسعة تمتد يعني إلى حدود الشرقاط من الجهة الشمالية الغربية توصل إلى حدود الطوز، والعدو عنده لازال مجال أن يسلك باتجاه مطيبيجة باتجاه مناطق شرق صلاح الدين. المطلوب إجراء عمليات تفتيش وتحديد الأهداف ومعالجتها، رغم انه عندنا قطاعات الحمد لله تعمل وتكشف خلايا وتنفذ واجبات، واعتقد هم خلال اليومين راح تنفذ ضربات لاماكن محدده بها من المجرمين يعني بالتنسيق مع
طيران الجيش والتحالف الدولي. نعم. فتحتاج إلى متابعة كبيرة، ونخشى أنه نوصل إلى مرحلة، رغم أنه أنا يعتبرهم ضعفه، والعدو كان يملك الهمرات المدرعة والأسلحة والمدفعية والهاونات وربما أيضا دبابات. الآن العدو في نعم مراحل ضعيفة، يملك بندقية ويملك انتحاري نعم. وكم رمانة، ما عنده أكثر من هاي. نعم. إذا الموجود المطلوب هو أنه أهلنا النازحين يروحون يمسكون مناطقهم، نعم. مع القوات الموجودة يستطيع أن يحمون المناطق، ما هو قاعد لهنا وأنا نازح وما يصير يتهجرني بالقوة، وإحنا يومية طريق يقطع في باتجاه كركوك أو باتجاه الحويجة أو عصابة ما يتجاوزون عدد الأصابع. هذول الشهداء اللي دفعناهم أول أمس، ذكرت لكم أحدهم مصلاح الدين وعامرهم جريح زرته أمس، قلت شد عددهم؟ قال 4. حقيقة قلت شنو اللي صار بيهم بعد ما رديت عليهم؟ قال والله كل شيء ما صار بيهم، تسلوا باتجاه النهر، نهر الزاب، واختفوا بهاي المنطقة. نعم. بالانتقال إلى موضوعة المصالح الوطنية والمؤتمرات العشائرية والعلاقة بين المواطنين، التجمعات السكانية في مناطق محافظة صلاح الدين، يعني عقدت في الآونة الأخيرة مؤتمرات عشائرية، كان لكم حضور يعني في هذه المؤتمرات، يعني ما الذي أنجزته؟ العشائر مكملة للأجهزة الأمنية. نعم. بسبب ما مر بينا، ما أريد أقول ضعف الأداء، راح أقول انشغال الأجهزة الأمنية في واجبات أخرى لا زالت موجودة في الدفاع عن المدن المحررة والبحث عن المجرمين ومسك المناطق الأخرى، يترتب على العشائر أن تعمل كظهير. أنا كموقفي كشيخ وكموقفي بنفس الوقت رئيس اللجنة الأمنية، الحمد لله بفضل ما قدمناه وعدنا، وإحنا بالحالة بعد الاحتلال من 2003 لحد الآن نعرف المشاكل الحقيقية بحجم ما يعرض لنا يوميا. نحن الحمد لله ما مسافرين، موجودين في دوان، جيتكم قبل شوية من الديوان، والعصر عندي مؤتمر بنفس الصيغة يوميا، نبحث أو مو نبحث، تصلنا مشاكل الناس، نبحث عن الحلول. قسم من الحلول تتعلق بالحكومة، مظلوم مثل السلبيات اللي ذكرناها قبل شوية، فلان من الناس ما كل حقه ما يفعل يرجع له استحقاقه، ناصب عليه، يتاجرون بالمخدرات، نصب واحتيال، يعني عدة سلبيات كثيرة. موجودة مخدرات الآن في صلاح الدين؟ أجزم لك موجود، وهي حقيقة يعني. ما حجمها يعني أو التداول فيها يعني؟ يعني أكو العراق عموما كان بلد فقط عبور يعني. الآن؟ الآن العراق بلد تعاطي وترويج، وهي موجودة يعني، ظهرت حالات في كثير من المحافظات، وتدري هاي تجارة مربحة لمن يعمل في هذا المجال، وما يهمه، يهمه مصلحته طالما هو ترك القيم والدين نعم، يعني تجارة خطيرة ومؤذية بالنسبة للمجتمع، انخرط ضمن هذا المجموع. احنا من تحدثنا عنها في المؤتمر العشائري اللي تطرق له جنابك، وفرضنا عقوبات، قسم من العقوبات قاسية، وقسم منها انت اذا تريد تطاع امر بالمستطاع، احنا ما كعشائر انه نقدر نعدم فلان لان يتاجر، ولكن هدرنا دمه على الدوله ان تتصرف، هذا مهدور دمه يا معشيرته. ما نطالب الدوله يعني تتعامل معها دول. النصب والاحتيال يوميا تصلني 10 حالات او اكثر، فلان نصب علي واكل فلوسي، فلان بعته حلالي وما رجع لي، وفلان كنت اعمل معه واكل ضرب الصك مالي، و شتري يسوي له؟ يعني هذه السلبيات كبيرة جدا، كبيرة جدا، كثيرة يعني في مجتمع، يعني وتلقى أشخاص محددين اللي عليهم هاي الملاحظات. أنا ما أتحدث عن ديون فلان الدولة ما موفيته، تلقى هاي كل التزامات، بس أتحدث عندما يجيك واحد ويقول لك أنا أريد أشتري منك الحالة الفلانية ويغليك وكذا، وأنت تتورط بيها. أولا إحنا كعشائر أنت ما جيتنا قلت له تعال وأريد أبيع فلان، لأن حدهم من إخواننا بالجنوب قالوا أنت شيخه، قلت له بس ما الأمم المتحدة خصصت لي مبالغ من اليو إن دي بي وغيرها تسدد فلوس القفاصين عني، والمفروض إن قلنك تعرف لي شيخه، هذا الرسالة اللي عامة عشائرنا، المفروض تقول له ألا أخذ رأي فلان أو أسأل عنك في منطقتك أشوف سيرتك، لأنه وفعلا أنا أعتبر هذا بالنسبة للكلام مالي توجيه لكل عشائرنا، ما يتعاملوا الناسنا مع شخص حتى يجونا بعد شهر يطالبون ب
باستحقاقاتهم. خلي يسألونا ويسألون الناس حتى نقول يابا هذا تاريخه ترى حافل بالكذب والخداع، قفاص، الناس تطلبوا إلى آخره. أيضا هدرنا دم هذا الشخص، بعد يقول شو تدر دمه يا طلب مالك، ما يدرون عندي ناس مطلوبين $1,000,000 تقفيص، ما أخذ مال الناس، والآن تجي تقول لهم، من تجي تقول لهم بدامة، الدامة عبارة عن خريبة ما حد يفهمها الدامة شنو، ما يملك كل شيء، من تجي تقول وين وديت هاي الفلوس، ماكو، تودي للقضاء القضية تستوجب التكفير، طلع ورا 3 أيام في ملا وكذا، فلا حد يجينا على هاي الحالات، لأنه إحنا هذاك أقوى، مو أقوى ولكن كعشائر هذا موقفنا منها، يروح إنجاز ويا القضاء مساندي للحكم إطلاقات النارية. أنت ليش صاير لي بطل بكل عرس ورشاشتك فوق الناس الطج والبيكنسي والوحادية؟ معيب هذا، راح تشوفك فلانة وتقول عافية، خلص تشوفك على الساتر، خلص تشوفك من يلقي القبض على مجرم، من يكشف خلية إرهابية، من تحافظ على طلقاتك لليوم الأسود إن شاء الله ما يرجع علينا اليوم الأسود. وكيف تديم عتادك وتحتفظ به؟ قلنا كعشائر تصادر البندقية مثل ما كنا نطبقها على العشائر، وهي رسالة لكل الأجهزة الأمنية ولوزارة الداخلية، هذا رأينا كعشائر في محافظة صلاح الدين مركزها تكريت. ويعمم تصادر البندقية، ما يجيب لنا سعرها نظيف مثلا إضافة إلى الغرامة. مشكورة وزارة الداخلية بعد لقائنا واجتماعنا، قد لا يكون على قرار ولكن لزيادة حجم الاستهتار لدى أعداد قليلة جدا تسيء إلى الأجهزة الأمنية، أصدرت قرار بحجز اللي يرمون الإطلاقات النارية. أنت ما تعبر عن فرحتك إلا بفوضى وضوضاء. هذه الإجراءات موجودة يعني في القانون وفي التعليمات، ولكن هل طبقت، فعلت، نفذت يعني؟ أشوف ويحكوا لي من تكريت يعني الناس نلتقيهم، هناك تغير ملحوظ في قلة اللجوء إلى الرمي في الحالات، وبدأت تضغط الشرطة وبدأت تضغط قيادة العمليات، وزودناهم بمحاضر من اجتماعاتنا عشائر مركز عشائر تكريت. أما أن يبقى هذا الانفلات والبطولات ما نحتاجها هنا الآن. طيب وعلى مستوى المصالح الوطنية والمجتمعية بين العشائر والمجتمعات، يعني ما الذي أنجز في هذا الملف؟ يعني هذه القضية طبعا هي مهمة، وأيضا هناك ارتباط يعني لهذا الأمر مع موضوع النازحين. أستاذ عمار أعتقد جاوبنا على هذا الموضوع، راح تشيلك إذا وقتكم يتسع. يعني بعد العودة بيوم بالضبط كان عندنا مجلس عزاء، كل ناسنا حاضرين لأنه يعني كانوا قل الموجودين، أتذكر التقيتهم قلت لهم عمامي وأخوتي لأن منطقتكم تحررت، ويجب أن أكرر شكر للحشد الشعبي والأبطال والقيادات اللي وثقت بينا والتحرير مناطقنا، وتمكننا في وقت قصير، وكانت أقل المناطق ذرة أتحدث عن نموذج لأن مسؤوليتي عموم محافظة صلاح الدين، وكانت البداية كنا نتمنى أن يمشي اللي ردناه أن يمشي نموذج لعموم محافظة صلاح الدين. أنتوا يا شيابنا الكبار ترهمون بدون أهلكم وجيرانكم، قالوا ما نرهم، تري بعض الشبيبة وحقه، وأنا يمكن ذاكر أيضا في الحساب، ما لقى أبوه، ما لقى بيته، ما لقى أخوه، ما لقى أمه، طاق عليها لغم، البيت مفجور كذا، ومحدد أهداف معينة بلهنو، وكانت معظمها تضليل وقسم منها حقيقة. قالوا لا، قلت لهم خلاص حجوا قسم من الشباب، قال لا، قلت لهم هذا العلة احتفظوا بها، عندما كنا نجاريكم نتحدث واحنا بأربيل على الفيس ونناغمكم ايه وسوف ننتقم، احنا الان جينا هنا ننتقم من المجرمين فقط كأشخاص، ولا ننتقم كعشائر ولا عوائل، هذه عشائرنا وهذه عوائلنا وهذول اهلنا. فجمعنا العشائر اعتقد بثمانية خمسة، بدينا اول يوم عندنا كل العشائر في 2015، كل العشائر جمعنا، كل عشائرنا في الخيمة، كنا كان الديوان ما عايدية الحمد لله عندنا، كانوا ما يتوقعون العشائر انه احنا نقدم هذا، يعني يعرفون اكو ناس اساءت، ولكن اشخاص محددين اساءوا، الشيوخ ما ساءت والمثقفين ما ساءوا، واللي يملكون ومطلعين ويعرفون حجم المؤامرة ما اساءوا، اذا خلنا نفرز المسيئين عن هذا العشائر نتعامل مع الخيرين. ولهذا نجحنا كنموذج في هاي المحافظة، لو طبق في عموم محافظة صلاح الدين
يزعلون علينا السياسيين لان شلون تحقق هذا وبدون فلوس؟ تتحقق بالتسامح. اما اني امنع العشيره الفلانيه ما ترجع، ومستعدين ان نعمل مع فريق يشكل جهاد حقيقي، نقول لهم هذا الرؤيه لفرض الامن. والان عشائرنا ماكو داعي املك بو عجل كلها شرطه. عندي نخبه خيره من اهلها الان هم حافظين الامن. ليش اروح بربيضه وتلا الصيباط وتروح مركز الشرطه؟ مع التداخلات عندنا بعض الاشكالات في تداخلات مع الاجهزه الامنيه والحشد كذا، نوبات تحصل بعض المشاكل يعني. قسم لا يزال ما يثق. يعني بهل المنطقه. ولكن احنا نريد نبني امن، انا حتى اذا انت بالحشد انا اريدك تمشي طولك وتروح تحقق واجبك. اذا صار عليك رد واعتداء انا اريدك تتصرف وترد. بس طالما ما عليك تصرف رد اسمح لنا انه احنا نعالج هذا الموضوع ونحقق امن، ولهذا حققنا امن. هسه كل الحكومه وكل العراقيين يعرفون الامن في هذه المنطقه مميز من حدود الدور الى اكو تداخل في الدور، اكو تداخل في سامراء، اكو في تكريت تداخل. رغم هذا انعكس يعني على وضع تكريت، اكو حالات معينه صارت عمليات عصابات خطف ابتزاز تسليب مجرم منين وين ما ينتمي خليه ينتمي. كل من يخطف مجرم جريمه، كل من يسلب تايبتز الناس مجرم، ما لنا علاقه به. لي يقول انا ينتمي لفلان وانا من قرايب جاسم اجباره وكذا، فعلك فعل جرمي. احنا نرفض كحكومه محليه وقياداتك ترفض هذا الفعل. نعم. فما سمح لنا المجال ان نطبق هذا في بيجي ونعيده من اليوم الاول، ولا سمح ان يطبق بالشرقاط. واذكر عقدنا مؤتمر لاهلنا في الحويجه. نعم. قبل ان يغادرون الحويجه قبل التحرير باسبوع، اذكر قلت لهم بعد اسبوع قد لا نلتقي وقد يكون هذا المؤتمر الاخير، لان عندي معلومات ستنطبق العمليات بعد يومين. نعم. ولكن عليكم انه تطبقون ما وجدتوه في هذه المنطقه اللي انتم تريدون بامنها، واللي كان متوقع ان تحصل يوميا فيها 10 انفجارات بسبب اعداد النازحين الكثر فيها وفي تكريت. نعم. ولكن الحمد لله الله حفظنا، لان التصرف كان انقلوا للامانه راحوا، وكثير منهم ما نقلوا هذه التجربه. نعم. بدا ينتقم، هذا ابن عم فلان داعش، هذا مو صح. التجربه عمدت بالتضحيات والدماء الزكيه. هاي المصالحه الوطنيه الحقيقيه، مو المصالحه ان نتحدث في وسائل الاعلام ومصالحه. ما هي الجهود اللي قدمتها الحكومه حتى نحقق هذا؟ دعمت مؤتمر؟ انه لا. هاي جهود ذاتيه وفرديه ضمن مسؤوليتنا وضمن موقعنا وضمن رؤيتنا عن الامن في محافظه صلاح الدين. كنا نتمنى ان يتحقق هذا في عموم محافظه صلاح الدين. ارفض عندما صار حديث مع اخواننا في بلد، وتدري اهلنا تربطنا علاقاتهم بهم طيبه وقويه جدا، يثقون بهم ويثقون. اختلفنا عن الرؤيه حول عوده النازحين. نعم. اختلفنا عن الرؤيه حول عوده النازحين في عمرو وسليمان بير. هناك مثقلات كبيره يعني. نعم. مثقلات كبيره. في يوم ما حضرنا مؤتمر الاستاذ فالح الفياض في بغداد. يعني قسم من العشائر اللي ترفض عوده هؤلاء، شو تريد تسوي بينها وبين العشيره الاخرى؟ اسلاك شائكه، سواتر، منطقه منزوعه السلاح 4 كيلو متر، شلون منقاكم؟ مو كهرباء. هذا شلون عجل؟ احنا عشاير ولازم نقعد جميع ولازم. فلا يكون تداخل بين مطالبنا هاي اللي اتحدثت لكم بها وبين انه فلان من ذوي الدواعش. نعم. ذوي الدواعش اي واحد الان نوبات كلهم بالعسكريه ويهرب واحد من العسكريه. نعم. مو؟ نوب واحد بالعائله يطلع حرامي والاخرين يملكون البيوت. من ذوي البيوت واحد يطلع عليه مؤشر وناس خلقها رفيع وعالي. اذا علينا ان نعاقب وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وحين نركز على المجرم وكل من يسعى، لان اكو ناس تسعى ان تبين صفحته بالاموال. احنا هذا الموضوع ايضا نرفضه ونحمل الدوله مسؤوليه هذا. نعم. شيخ جاسم، كلمه اخيره في نهايه هذا اللقاء باختصار لو سمحت. انا اولا اتمنى الامن لاهلنا في محافظه صلاح الدين عموما، ونتمنى ان يكون مستقبلها افضل. نعم. نهنئهم بالنصر اللي حصل واللي صنعوه رجال قواتنا الامنيه عموما وحشدنا الشعب الابطال. نتمنى ايضا نحن مقبلين على مرحله انتخابيه جديده، ولهذا ليس دعايه مسبقه ابدا لاحد او لي او غيره. نتمنى ان الكل ان تصل الى صناديق الاقتراع وتنتخب من تقتنع به او تشاء. نعم. ولكن نحملهم مسؤوليه المرحله القادمه عندما يتحدثون
عن الخدمات اللي ذكرناها قبل شوية، عموم الخدمات في محافظة صلاح الدين. أكرر أتمنى أن نتنقل بأمن وأمان في عموم العراق وبعيدا عن ونستبعد ونرفض الطائفية والقومية كعراقيين متحابين، والعلم العراقي يرفرف على ربوعنا، ونعيد أهل وحزام وإيد واحدة من أجل بناء وإعادة العراق إلى ما كان عليه ومكانته بين دول العالم، وهو زاخر وعريق بالأبطال والخبرات، إن شاء الله قادرين على إعادة هذا الصرح الكبير والعظيم اللي اسمه العراق. نعم إن شاء الله بجهودكم جهود الخيرين في هذا الوطن الكبير إن شاء الله. الله يسلمكم أستاذ عمار. الشيخ جاسم مالجبارة، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. وأنتم أيضا مشاهدين الكرام، نتمنى لكم طيب المتابعة، نلقاكم في لقاءات أخرى من هذا البرنامج. إلى اللقاء والسلام عليكم.